بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل حصر للماتيريال. تمام، خلينا نغير الماتيريال لهذا العنصر. خلينا مثلا الحائط دوت، هقول له edit type، ادخل هنا. هنا مثلا الفينش بتاعه كونكريت، طب انا عايز اخلي الفينش نوع من انواع الوود، فهعمل اخد مثلا اي وود، وليكن مثلا شير وود دوت، اخده واعمل له دوبلكيت واسميه مثلا دبليو وود اهوت. طيب اخش على ابيرنس، ده الشكل بتاعه، ده ممكن اغير صوره، ممكن تغير الاسم، ممكن تغير التنت بتاعه. طيب هاجي هنا اقول له طب انا عايز الخصائص الفيزيائيه. لو انت عايز تغير الخصائص بتاعته فممكن تقول له انا عايز خصائص نوع من انواع الخشب، وليكن مثلا C14. ممكن في اي وقت اعمل له اسيت للماتيريال، ممكن اعمل دوبلكيت من الاسيت ديت بحيث تبقى في حاجه مختلفه، يعني اعمل منها دوبلكيت بحيث تبقى دي مختلف. لو عدلت في الخصائص ديت ما تاثرش في الخصائص في عنصر تاني. الماتيريال اللي هنا ده اسم الماتيريال، بعد كده هنا بتبدا تحدد انا الماتيريال اللي هتبقى موجوده في العنصر ده. فهقول له اوكي اوكي. الفينش اهو دبليو وود، شكله اتغير. طيب خلينا نروح بقى نعمل السكادول. هقول له سكادول، بس انا عايز اعمل حصر للماتيريال، فاقول له ماتيريال تيك اوف. ابدا احدد ايه الحاجات اللي انا عايزها. احنا عايزين الحاجات الخاصه بالوول، نعمل حصر الوول دلوقتي. طيب محتاج مثلا الاريا، محتاج البوست، محتاج الكاونت، محتاج اسم الماتيريال، ماتيريال نيم، وقبل هو الدبليو وول هو الماتيريال اللي تحت اهيت. تمام، ده الكاونت. تقدر تعمل بعد كده تقول له انا عايز جروب حسب الماتيريال نيم، وشيل الاتمايز وجراند توتال. اوكي، هيجيب لي كل حاجه فيهم الماتيريال اللي بتاعتها دي. طيب انا عايزه يجمعهم لي. تمام، فممكن اقول له انا عايز الماتيريال اريا ديت تعمل لي كالكوليت توتال.